انتي غلطتي. الله يخليك يا اسعاد، بلاش تبكتيني، كفايه عليا كراكيبه. كراكيبه ده ما يتخيرش عن طارق، ولو شاهد كان حلتها حاجه كان اخدها منها وخلع. عندك حق، وشاهد كمان من سنه. مش حكايه سن، طارق نصب علينا كلنا واحنا شربنا من الصبايا دي. انا عمري ما حسيت بالذل زي دلوقتي. هروح قاعد عند شهد اختي، وجوزها بقى كراكيبه في الرايحه والجايه يقعد يتسلى عليا. اوعي تقولي كده يا حبيبتي، انتي حبتي هنا الليله. انا عندي ورديه ليل واوضتي موجوده وفاضيه. لا يا اسعاد، كتر خيرك، انا مش عايزه اتقل عليكي. هما ليلتين وان شاء الله بعدهم ترجعي الفيلا. فيلة ايه اللي رجع لها دي؟ معاكي ورقة الطلاق؟ اه. الصباح رباح. الو، ما بترديش ليه؟ في ايه؟ في حاجة حصلت؟ حصل حاجة؟ حصل حاجة زي ايه؟ مش فاهم. قصدي الشغل ماشي تمام؟ من الآخر هو تعرض لك؟ حاول معاكي؟ اه بصراحة هو حاول 3 مرات، بس أنا بقى صدته أول مرتين بس. والتالتة؟ ها التالتة تابتة. انت فاهم فيها الصبح؟ انت هتهرج على الصبح؟ انا نايمة من غير ما اغسل وشي، حتى نايمة بالمكياج بتاعي. انت مجنون؟ بطمن عليكي بس، خلي بالك على روحك. حنين قوي يا صبحي ما شاء الله. اقول لك ايه، انت بوظتلي مودي على الصبح. امشي بقى، يلا يلا مع السلامة، انا عندي شغل ومش ناقصة. شغل؟ شغلي ايه؟ وانت ايه، بتتعاطى حاجة ولا انت اللي اتجوزت؟ على فكرة انا اللي اتجوزت ودي صباحيتي. عندنا شغل يا حلو. انت نسيت ان احنا عندنا ميعاد انا والشربيني مع هادي عشان يعاين البرج؟ اه تمام. هو طارق جنبك؟ عايز اكلمه. طارق مين؟ طارق اللي انت اتجوزتيه. هو انت نسيتي ولا ايه؟ صحيح، ده انا اتجوزت واحد اسمه طارق امبارح. اوكي. لا، عريس بقى وبياخد شاور الصبح. سلام يا صبحي.